أوضح إن إحنا كلنا فاهمين الوقت اللي إحنا بنمر بيه صعب قد إيه، وعلينا كلنا دور مهم قوي إن إحنا نعديه مع بعض. أهم حاجة حصلت النهاردة هي رقم واحد إن إحنا قعدنا مع بعض، لأن في النهاية المصلحة واحدة. أنا سعيد جدا النهاردة بحاجتين. رقم واحد إن إحنا اتكلمنا بصراحة مطلقة على إيه المشاكل اللي اتقابلنا كلنا، عشان هو ده أول بداية للحل، إن إحنا نحدد إيه المشكلة ونتكلم مع بعض. كل واحد طبعا بيشوف المشكلة من وجهة نظر قايمة مع أن هو دوره إيه في المشكلة أو دوره إيه في البروسيس نفسه. في حاجتين النهاردة مهمين جدا اتكلمنا فيهم. رقم واحد، كلنا بنسعى بطريقة أو بأخرى إن إحنا نحسن مناخ الاستثمار في مصر، علشان في المستقبل القريب هو ده الحل الوحيد للاقتصاد المصري. تمام، جميع الحلول قصيرة الأجل هتعدينا المرحلة الحالية، لكن علشان نعدي للأبد لازم يبقى فيه إنتاج وتصدير، وكلنا متفقين على كده. عشان ده يحصل لازم نحل مشاكل معينة موجودة للمستثمرين، عشان نقدر إن إحنا نجذب استثمارات أخرى بما يليق بدولة في مكانة مصر وصنعة مصر وموقع مصر و103 مليون أو 104 مليون مستهلك واتفاقات تجارية لا حصر لها. اتكلمنا النهاردة على حاجتين أساسيين. واحدة هي دورة الإفراج الجمركي. كلنا فاهمين كويس قوي وتشرح النهاردة كويس قوي ان الجمارك ما شاء الله بجد كمية الحاجات اللي عاملاها لتسريع الإفراج الجمركي رائعة، لكن احنا كمستثمرين مش حاسين بده قوي علشان تعدد جهات العرض. فاحنا اتفقنا النهاردة ان احد الحاجات اللي نتكلم فيها تعدد جهات العرض، ازاي نحلها، ازاي نحاول مع بعض ان احنا فاهمين برضو تعدد جهات العرض ليه وإيه فايدته للدولة وأهميته للدولة، لكن أكيد في طرق أخرى نتعاون فيها مع بعض بحيث نحقق هذا الشرط وفي نفس الوقت نحس بتحسن ونمسح الأرض. الحاجة التانية إن إحنا اتفقنا إن إحنا ده مش هيبقى اجتماع، ده هتبقى حاجة مستمرة على طول، دي يعني كوميونيكيشن شانل اتفتحت. مهم جدا إن إحنا كل ما بقى في حاجة بدل ما نستنى ونشتكي ونشوف هنتكلم مع بعض على طول ونشوف إيه اللي بيحصل. ويمكن النهاردة لما كل واحد شرح إيه اللي بيحصل من وجهة نظره كلنا فهمنا بصورة مستمرة كويس أو بصورة كبرى كل واحد جاي منين. فنشكركم جدا على المبادرة دي، ومهم قوي إنها تستمر، وأعتقد إن إحنا لما نتكلم مع بعض في خلال 3-4 شهور الجايين في كل مشاكل اللي كنا فيها النهاردة هنشوف مع بعض أو هنساعد بعض بإذن الله نوصل لنقطة مختلفة خالص اللي احنا فيها.